بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله. عبد السلام جيلاني مفتاح الأسود، مجاهد في سبيل الله في الدولة الإسلامية، حب من حب وكره من كره. نحن نعيش من أجل ديننا ونموت من أجل ديننا، الحمد لله. أخوكم عبد السلام انتقم من المسلمين، قتلت 3 سويديين الآن، الحمد لله الحمد لله. قابل ربي سبحانه وتعالى وقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، صالح المسؤول بإذن الله، واللي عملت مع حاجة خايبة سامحني لوجه الله، وأنا مسامح نسكن. يا السلام عليكم. قبل قليل الليبي عبد السلام الجيلاني يقتل 3 أشخاص من السويد في بلجيكا ويوثقهم بالفيديو ويقول أنه تبع دولة الإسلام. عبد السلام الجيلاني ينتمي لتنظيم داعش، يقتل 3 من السويد أمام ملعب المباراة وينشر الفيديو هذا بعد تنفيذه للعملية، ولا يزال في حالة فراغ.